أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أنا سعيد. وطبعا أنا سعيد أول برنامج في مصر والوطن العربي بيدور على إيه؟ سعيد. تعالوا نخرج بقى بره الجو بتاع الكآبة والزعل والخناق. النهاردة وبمناسبة الأعياد وبمناسبة شهر 12 الجميل، أنا حابب أقول لكم ما تيجوا نشوف الحلو في بلدنا، ما تيجوا نشوف القصص الحلوة واللي منورة، ما تيجوا نشوف الإيجابي في مصر الجميلة. وعشان نشوف الإيجابي في مصر الجميلة لازم نعرف إحنا ليه دايماً بنبروز الوحش. والرسالة دي للمصريين ولزمايلي في الإعلام، ليه دايماً بنجيب اللي زقت جوزها من البلكونة، اللي نزل الشارع تحته وبيعض في الناس، اللي بيتخانق، الحاجات المتعبة اللي دايماً متصدرة المشهد الإعلامي. عشان كده أنا قلت أنا سعيد لازم أبقى مختلف. هنجيب نماذج حلوة ومنورة، هنجيب ناس فرحانين ببعض، هنجيب ناس عرفوا يوصلوا لسر الخلطة السحرية بتاعت الحب والارتباط والبيت السعيد. مش عايزين بقى نبرز وحشتنا، مش عايزين نبرز فشلنا ويبقى ده اللي سايد. طب ما في ناس ناجحة، في ناس ناجحة وعدت، في بيوت عمرانة بالعشرة وبالخمستاشر وبالعشرين سنة، في أسر وعائلات فرحانين ببعض، بس دول ما بنشوفهمش، دول قافلين على نفسهم ومستخبيين علشان خاطر يا إما خايفين من الحسد يا إما خايفين إن العلاقة دي تبوظ. أنا بقى قررت إن أنا أستفزهم وأجيبهم وأقول لهم ما تفرجوا المصريين على الحلاوة، ما تفرجوا المصريين على النجاح، ما تفرجوا المصريين على البيوت السعيدة. على فكرة رحلة الحياة بتبقى عاملة زي المركب، المركب دي بيسوقها واحد بيبقى هو الرئيس، بس الرئيس ده مش محتاج له مساعد. المساعد ده لما الرئيس بيخش يريح بيقوم ماسك ايه؟ بيقوم ماسك ايه؟ الدريكسيون والدفة. بس المشكلة بقى لما يجي يمسك الدفة ما يقلبش المركب، يفضل محافظ على اتزانها. وده اللي بيحصل مع الناس الناجحة، هسيبك تقودي بس في ما بيننا وعد والتزام واحترام لقوانين وقواعد حطيناها مع بعض، اللي اتفقنا عليه مش هيتغير. طيب تعالوا نسأل سؤال تاني، لما بيحصل شوية ضيقة ولما بنبقى مخنوقين من بعض لازم نتعلم ما ندس على بعض، ما بقاش قاعد أنا طول النهار أطلع في أخطائك، وإنتي ما تبقيش قاعدة طول النهار الشكاية البكاية اللي قاعدة بتشتكي طول النهار والليل. الحقيقة لما فكرنا أنا وفريق الإعداد إن إحنا نعمل الحلقة دي قررنا إن إحنا نجيب كل النماذج المضيئة في المجتمع والناجحة، لقيناهم كلهم يا جماعة اجتمعوا على حاجة واحدة. عايزين تعرفوا هي إيه؟ هم اتفقوا اللي يتعب يريح شوية، اللي يزك التاني يسنده، يريح شوية فالتاني يستحمله ويعديها له. لما تلاقيه عمال يزعق ويجعر في البيت وانت متضايقه عديها له وطنشي، صدقيني هو هيراجع نفسه، ولما يلاقي رد فعلك ان انت قعدتي ساكته كده وبصاله هيتكسف من نفسه، وبعديها هيجي يقولك ايه يا حب العمر، مالك يا حب العمر، انا اسف حقك عليا. وانت لما تلاقيها ناكشه شعرها وماشيه في البيت عماله بتكلم نفسيها وقاعدة عمالة ماسكة العيال والمنفضة وماسكة قوم داخل مطبطب عليها واخدها في حضنك وتقول لها جرى ايه يا حب العمر، الحمل تقيل، انا معاكي اديني وانا شيل. صدقوني يا جماعة الامثال بتاعتنا ما كسبتش لما قالت ان القفة مودنين بيشيلوها ايه؟ لا مش سامع، بيشيلوها ايه؟ هما اتنين مفيش غيرهم، احنا مع بعض هنكمل. الكلام اللي انا بقوله ده مش كلام افلام ولا كلام اغاني،
الكلام اللي أنا بقوله لكم ده في مصر الحلوة الجميلة حقيقي وحسبته لكم. أنا مش طالع عشان أقول شعارات ولا أغني أغاني، أنا هجيب لكم الناس اللي بجد، اللي نجحت، اللي سندت على بعض، اللي تعكزت على بعض، اللي لما يكون فيهم واحد مش قادر يمشي التاني بياخده تحت باطه ويقول له جرى ايه انت تعبت، هنكمل وهننجح وهنعمل بيت سعيد. حاجة أخيرة بقى، حاجة أخيرة تسمعوها ولا ايه؟ ما تخشش السنة الجديدة ومعاك حد معاكنن عليك، ما تخشيش السنة الجديدة وانت مش مبسوطة. سنة جديدة يعني حياة جديدة، اي حد منغص عليك وحاسس ان هو حطك في علاقة سامة يا تتخلص منها يا تقعد معاه. الدنيا مليانة مقاسي، الدنيا مليانة تعب، الرجالة عليها قصات كتيرة، انا وعز وكريم عبد العزيز والسقة وشريف منير كلنا عندنا قصات. كم واحد نام ومصحيش؟ كم واحدة بصت في البلكونة وهي ناسية ووقعت؟ الحياة قصيرة، يا نعيشها حلو يا ما نعيشهاش. سنة جديدة بصفحة جديدة بحب وحياة وحاجات إيجابية كتير هنشوفها ونحكم عليها مع أنا سعيد بعد الفاصل. أنا سعيد. السعادة ما يستحقهاش غير اللي بيدور عليها، وضيوفي في بيت سعيد يستحقوا ايه؟ فرحان بيكم قوي. الاول برحب بيكم، اهلا وسهلا. احكوا لي بقى الشراره دي حصلت ازاي؟ ايه حصلت في الجيم. في الجيم قابلنا الرياضه جماعتنا ايه. اوكي. هو كان راجع بعد حادثته عايز يستعيد نشاطه، ان هو كان مدرب بس بعد الحادثه نشاطه توقف طبعا، اكيد، والدكاتره منعوه من ان هو يتمرن تاني، فهو طبعا حاجه شغوف بيها وبيحبها فمش قادر بقى فكره ان هو يسمع كلام الدكاتره قوي. ابتديت ان انا انزل تاني بقى الجيم واشتغل عكس الكلام اللي هم قالوه لي اصلا، لو ما ينفعش اللي انا اتمرن وكده، وابتديت اللي انا اتمرن والكلام اللي هم قالوه كان غلط، يعني اثبت ان هو كان غلط. كنت اتمرن يعني. كنت اتمرن ابر بقى الابر بودي عشان يشيل جسمي كله، فلما اتمرنت هم كانوا قالوا لك بلاش وبلاش خطر عليك علشان خطر على العمليه وكده، فانا قويت المسلز اصلا اللي هي تخليني اللي انا اشيل جسمي كله. ممكن تشيل جسمك كله بايدك. فبعد كده رجعوا قالوا لي لا صح اللي انت اتمرنت وكويس، انا فاهم انا بعمل ايه. تعالى خش بقى في الحاجات الحلوه بقى. سيبك من العمليه بقى والحاجات. تعرفيني شريرة ايه ازاي بقى؟ بس انا بقى كنت نازله اتمرن عادي وقابلته، لقيته بقى داخل. لا مش قابلته، هي ما بتجيش كده يا استاذه فاطمه. هستنى انا اتمرن. استنى هي جايه. لا على فكره التمرين ده بتلعبيه غلط، استني كده وريني، هاتي ايدك كده. انا اللي عملت كده بقى. انت اللي عملتي كده بجد؟ انا اللي طلبته للجواز اصلا. انت اللي طلبتي للجواز؟ لا احكي لي بقى ازاي. انا قابلته نزل الجيم. يعني ما كانش هو اللي بيبص، كنت انت بقى اللي بتبصي ايه يا كابتن ده؟ لا هو كان عادي، هو لسه نازل وكان في رهبه من فكره ان هو راجع التمرين ومكان تاني بعد حسيته اول مره، كنت انا بقى موجوده. بس فبعد فتره نزل مدرب بقى في نفس المكان، بعد ما خلص تمرين نزل مدرب، فطبعا انا اتلككت مراني مش عارفه حاجه. طب ايه اللي لفت نظرك فيه؟ حاله يعني لغه جسمه وتعبيرات وشه مش متماشيه مع وضعه، يعني دايما الشخص اللي عنده خسور جسمي او عنده مر بمشكله بالشكل ده بيبقى في حاله كده سلبيه او في حاله انكسار. هو العكس، حسيت ان في بقى انرجي وفي طاقه وهزار وحاجه كده ما شاء الله، يعني عكس حالته ما شاء الله.
بقى بالنسبه لي لغز ازاي. دي كانت اول شراره. اوكي. نزل مدرب قلت له طبعا مرني انا طبعا نسيت كان بقى لي كذا سنه بتمرن بس طبعا نسيت كل حاجه. ما احنا شايفين في الصور يعني بسم الله ما شاء الله يعني الباي والتراي والدنيا. ده هو هو اللي وصلني للمرحله دي. اوعى تزعلها الباي غبيه. معلش. المهم ابتديتوا بقى ايه؟ ابتدى يمرنك وعمل لك كورسز كده و... فلقيت ان هو مشجع الفكره وقال لي تقدري. ان كذا حد قال لي صعب ان البنت توصل لمرحله ان المسلز تبقى ظاهره. عايزه مجهود عالي قوي. هو كان بيديكي طاقات ايجابيه وموتيفيشن كده في الحياه كل حاجه يعني. معلش اسمح لي اقول جمله. اللي قال فاقد الشيء لا يعطيه ده غلط. فاقد الشيء يعطيه بيعطيه وبشده. حقيقة. وبشده حقيقة. يعني هو مش حاسس ان هو في حاجه ناقصاه، مش حاسس ان في حاجه مأثره عليه، انا حياتي تمام، انا كويس. وابتدى يطلع طاقات ايجابيه لكل الناس اللي حواليه وده اللي لفت نظرك. بالزبط. طيب عايزين بقى ايه جمله I love you. جيت في يوم. لا استني بقى. استني بقى. هي بقى يعني كانت هي شايفاني خلاص وبدات يعني قبل ما انزل مدرب كانت هي بقى خلاص يعني شايفاني وانا بتمرن وكده. فهي كانت معديه. حسيت انت بقى ان هي لا ده هي كانت معديه. فانا يعني بصيت وهي معديه بصيت لها في عينها بس كده خلاص. في عينها بس كده خلاص. انا وقعت اصلا. ايه امال انت ايه ده؟ ايوه حب من اول بصه. والله وقعت بس لما جت بقى. ايوه لما جت بقى هي البصه كان فيها ايه؟ قول لي كده البصه كان فيها هو لينك حصل. يعني هي لما بصيت لك كده هل بربشت مثلا ولا لا؟ ما احتاجتش بربش والله. انا برضو خالص ضعيف. حسيت بالسهم خارج من عينيها دخل في قلبك على طول. بالظبط كده. اوكي مفتريه انا ناقص. حرام عليكي. بس لما نزلت بقى مدرب كنت متوتر. فهي جت مرني. انا اصلا واقع على بوزي اصلا مرني. انا نسيت كل حاجه. مرني ايه؟ بس كان محيك قوي. مرنت بقى. مرنت جامد بقى الحمد لله. تمام. طيب يعني هي جت بقى ايه؟ هي بتقول ان هي جت قالت لك الاول بحبك. يعني هل انت كنت متوقع ده ولا كنت متخيل ان هو مجرد فليرتيشن او اعجاب مجرد بقصه وتجربه وبشكله؟ لا خالص. بص هو اصلا فاطمه شخصيتها مش زي اي بنت. يعني اللي هي تبقى نازله في الجيم تتمرن بالاسلوب اللي انا شفته وشاديني انا كمدرب لل سيريس كده وجديه بالظبط. نازله في حاجه بتعملها بتحقق بس في حاجة. اجنده هيدن اجنده. في خطه. بس فلما جت تقولي كلمه زي دي انا بالنسبه لي لا لا لا, لا انت حكروتها دي. ده احنا بنين عليها الحلقه. ماشي. ازاي دخلت عليك وقلت لك انا بحبك يا حماصه انت المان بتاعي؟ بص احنا قعدنا فتره نتكلم. كان اللي هو انا مدرب وهي متدربه. قعدنا فتره نتكلم في كده. بعد كده اللي هو بالليل تكلمك يا محمد كتفي وجعني قوي اعمل ايه؟ لا خالص مش كده. يا محمد رجلي بص مش كده. بص قدامي مش كده. لا كده والله العظيم كده. طب قول انت بقى. خالص يعني انا بطبيعتي اصلا ولا كنت بتقول قلبي بيوجعني يا محمد؟ لا لا خالص. لا انا مباشره مش محتاجه اصلا. لا مباشره. انا بحبك يا انت الراجل بتاعي فاهم غلط. بحب انا المباشره. طيب قول لي هي لما دخلت عليك وقالت لك الجمله دي كنتوا فين وانت عملت ايه وايه اللي حصل؟ كنا في الجيم ساعتها برضه. احنا كل حاجه الحمد لله كانت في الجيم. اتبنت في الجيم. الفرح كان في الجيم ولا ايه؟ كان نفسينا ساعتها. دخلت قالت لك ايه بقى؟ قول لي المشهد. قالت لي انا معجبه بيك وبحبك وكده. فقلت لها قلت لها على فكره انا معجب بيك في الاول بس. طب قولي شفت بقى؟ ايوه. انت بتقولها هنتخانق. هنتخانق. خمسه وخميسه. قلت له ان انا بحبك ومش فارق معايا اذا كنت انت بتحبني او لا. بس انا لازم اصرح لك بمشاعري. دي حاجه يعني انا حاساها. وفكره ان انا احس بمشاعر الحب دي حاجه راقيه. ما عنديش فكره مين يقول اول او مين ما يقولش. فانا بحبك وما تخليش ده يضغط عليك فتقول مثلا وانا كمان او تضغط على مشاعرك باي شكل. انا بحبك بس. بوس ايدها. لا بقى طبعا. لا بوس ايدها طبعا. ايه الحنيه دي؟ لا بوس بوس بوس. بص هقول لك على حاجه. الستات عموما من طبعها الحياء. طالما هي باحت بدوت وتخلت عن مبدا مهم من مبادئ الستات اللي هو الحياة، معنى كده ان جواها كميه حب ليك. الله اكبر ربنا يديمه يا رب. طيب انت بقى ايه؟ هل انت رديت عليها في الوقت ده عشان تجاملها وانت ما كنتش بتحبها؟ سوري يا فاطمه معلش. لا هي حديث رجاله. ما هي ما كانتش تعرف اللي انا اصلا من ناحيه يور ان لاف اوريدي. انت في أيوة قصه حب. بس طبعا ما ينفعش ان انا اصرح بحكم اللي انا ما اضغطش برضه عليها. هو كان متحسب لان انا
انا ما اعرفش هي هتتقبل ده ولا لا. ومش عايز تحرجها وانت عندك ينفعش. كيس. فهي لما قالت ده لا سمح لي بوس راسك حبيبي حبيبي. انا هدمع والله. طيب كمل. فانت كسفت تقول لها علشان خاطر انت عندك كيس معينه وقلت لها انا قلت لها كنت عايز اقول بس مستني قولي بقى يا شيخه قولي. أيوة. يا شيخه قولي. طيب لما رحتي بقى قلتي لاهلك بقى انا عايزه اتجوز حد من ذوي الاحتياجات الخاصه كان ايه الريسبوند او كان ايه يعني رد فعلهم او رايهم؟ هم كانوا متوقعين انا هحب حد مختلف يعني زي ما قلتي انت جوزتك اكيد هتبقى حد شخص مختلف لان طول عمري حتى في حياتي كان مصاري مختلف شويه. بس ما كانوش متوقعين هو مختلف قوي كده. يعني بس فخوف بقى اللي هو ازاي. وبعدين هم عارفين رد فعل المجتمع او رد فعل الناس بشكل عام على حاجه زي كده مش هيشوفوكي مش واقعيه ودي نظره الاغلب ليا ان انت قصه حب عاطفيه وحليمه وكل حاجه بس ده مش واقعي. ما حدش قال لك اوعي ان انت مثلا تكوني متاثره بالحاله يكون ده الدافع ورا الارتباط ان انت عندك خلط ما بين ان انت متعاطفه معاه وبتحبيه. لا بس اثبتي لهم العكس ازاي بقى؟ لان انا اصلا ما بتعاملش مع حد من طلع حالته وهو نفسه ما بيتعاملش مع مع مع, مع نفسه ما بيتعاملش معاه ان هو في حاجه ناقصه. بالعكس انا بالنسبه لي شايفه محمد ان دي مصدر قوه بالنسبه له طبعاً. شخص يمر بالتجربة دي ويخرج منها بكم الطاقة الإيجابية والحياة دي ده شخص تحدى نفسه داخلياً قبل خارجياً لدرجة ما حدش يستوعبها. طيب ممكن تقولي لي هو أضاف لك إيه وأنت أضفتي له إيه؟ لا يا أضاف لك كثير قوي. طب اديني واحدة من القوي. يعني حبيت نفسي معي. لما كنتش بحب نفسي بصراحة. إيه احنا لازم نتابع الحاله دي ونفضل ماشيين وراها عشان الناس دي لو خدت عين انا هحس بتأنيب ضمير هيموتني. طيب هي اضافت لك ايه؟ الموضوع كبير. الموضوع كبير طبعا. يعني مش مجرد اللي انا اقول مثلا ان انا حبيت نفسي او خليت ان انا بقيت واثق في نفسي اكتر او ما يعني خلت حياتي مختلفه كل حاجه في شغلي في ادتك قوة في كل حاجة في كل حاجة في تعامله مع الناس. طيب هنروح لحتة سلبية كده أنا مش حابب أروح لها بس أنا حابب إن أنا أوجه رسالة للناس اللي قاعدين ورا الشاشات وبيتفرجوا علينا. معلش لا. ممكن أضايقكم شوية بس لا أنا, لا أنا عايزة بتضايقكم نظرات الناس ليكم؟ لا خالص. أنت قلت لي قبل التصوير إحنا بنواجه حاجات مع الناس مش عاجبانا مع المجتمع. مع المجتمع عامة مفاهيمه بالظبط من البداية من البداية يعني من البدايه احنا ما لقيناش دعم. بالعكس يعني احنا متجوزين من غير شقه من غير عفش من غير اجهزه اوريدي العلاقه ازاي كده كده اتجوزتوا ازاي؟ لا اتجوزنا قعدنا اصلا فتره سنه كل واحد فينا في بيته. يعني انتوا كتبتوا الكتاب وكل واحد في بيته. فينا في بيته. هما شايفين محمد من مجرد ان هو عنده مشكله جسمانيه فهو غير مؤهل انه يتجوز غير مؤهل انه يشتغل غير مؤهل يبقى مسؤول عن بيت غير مؤهل لاي شيء. مين اللي شايف؟ الاهل والصحاب. اهل مين؟ اهل انتوا الاثنين. اوكي خلاص انت عايزها اتجوزها اكتب كتابك بس مسؤوليتك خليك قاعد معانا. احنا مش هنكلف على الفاضي كده كده الموضوع هيمشي. كانش بيألمك التحطيم الطاقات دوت؟ والله انا كفايه عليا ان انا تبقى فاطمه جنبي بس انا مش عايز حاجه تانية. بس بصوا يا جماعه انا من اللي انا شايفه ده انا شايف يعني ان انتوا بسم الله ما شاء الله دايما يقول لك كده الناس دي اتخلقت لبعض. والله بجد الناس دي اتخلقت لبعض. انتي نصك التاني قاعد جنبك. دي حقيقة. اللي مكتوب لك عند ربنا قاعد جنبك. في ناس بتقعد العمر كله حقيقة. يبقى مكتوب لها حاجات ما بتلاقيهاش. حقيقة. تفضل تدور عليها في الحياة تايهة. ده اللي خلينا مش شايفين الصراعات. تمام وانت مصدر قوتك بالإضافة لإرادتك وثقتك في الله الست اللي قاعدة جنبك. طبعا. ربنا يا رب يسعدك يا رب. أنا بشكرك جدا. فرحان قوي بالفقره دي وريت تسمحوا لنا ان احنا نكررها تاني قدام شويه باذن الله ممكن نيجي نزوركم مثلا في الجيم تمرنونا نيجي نتفرج نقعد معاكم بس هناك انا مدرب بقى قصدك ايه يعني يا باشا مدرب مفيش هزار يعني بشكركم جدا جدا بصراحه انتوا نورتونا هو ده بقى عملتوها ازاي عنوان الحلقه الشطاره والجدعنه الحب اللي بجد هنكمل في بيت سعيد ونشوف بقية الحاجات الجميلة النهاردة اللي احنا جايبينها لكم.
انا سعيد.